السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هاخدكم معايا فيديو رهيب، حلى بارد جميل، طعمه تحفه، طبقاته احلى من بعض، تعمليها للضيافه لزواره، بجد من اجمل الحلويات اللي ممكن تعمليها. بس عايزه دعوه من قلب الامي بالرحمه ولكل الاموات، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات واختاروا كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. اثبتوا وجودكم بتعليق مهم علشان تشجعوني ان انا استمر. ويلا ندخل كده في الوصفه ونعرف المقادير. عندي كده كوبايه واحده من الكريم شانتيه، انا كنت بعمل حلق وبقت مني كوبايه كريم شانتيه، وعايزه مربى فراوله اي نوع عندك بس تكون بيتي عشان يبقى طعمها احلى. وعندي كده كوبايه حليب صغيره جنبي، وباكيت واحد دريم ويب واتنين جيمر، وبسكوت مالح اي نوع عندك، وكم حبه فراوله او اي نوع فاكهه. تمام كده، اجيب كده بقى الكريم شانتيه بتاعي، وهنزل عليه علبتين الجيمر. تمام، وشفتوا بقى البرطمان ده فيه الشعرية باكستاني مكسراها محمصة. انت ممكن تجيبي كنافة وتحمصيها في معلقة زبدة ويبقى تكون بديل ليها. هنزل بقى على الكريمة وعلى الجيمر باكيت واحد من الكريم كراميل. تمام، وهنزل حوالي نص كوباية من الحليب البارد، وهبدأ ان انا اعملهم مزج كويس قوي. انتوا هتلاقوا الخليط يعني شوية سائل بس تقيل، ما تقلقوش هيجمد في التلاجة. طيب، وهنزل دلوقتي معلقة كبيرة من الجبنة الكيري، لو انت بتستعملي مربعات هتحطي 3 مربعات بس، ماشي، بس اللي هو تكسري الطعم السكر وفي نفس الوقت بيبقى طعمها تحفة قوي. انا زودت كده معلقتين حليب عشان عايزاها ما يبقاش الخليط تقيل، يبقى الخليط القوام اللي انتوا هتشوفوه حالا واحنا بننزله. هتيجي بقى في الطبقة الأرضية دي اللي هي الاختياري، تحطي اي نوع مربى بتحبي. انا اخترت فراولة، فبالتالي حطيت في النص فراولة. تقدري تعملي مزج ما بين الفراولة والمانجو، او تقدري تلغي خالص طبقه الفراوله وممكن تحطي طبقه نوتيلا. فالطبقه اللي تحت دي اختياري، حطيت طبقه من بسكوت المالح، بعد كده نزلت بالخليط اللي احنا مزجناه مع بعض، حطيت طبقه ثانيه من البسكت. وهجيب الفراوله بتاعتي 4 حبات، وهبدا ان انا اقطعهم قطع صغيره، وما تكتروش عن كده، يعني القالب المقاس ده حلو عليه 4 حبات كبار فراوله، بحيث ان الطبقات تكون متساويه ومظبوطه وما تبقاش تقيله وعريضه. احنا عاوزين طبقاتها كده جميله، لان ده حلى البسكوت المالح فبيبقى ليه طعم كده ومذاق تاني، فخلينا نستمتع بكل حاجه متساويه، ما تبقاش حاجه اكتر من حاجه. حطيت الفراوله، حطيت طبقه تانيه من البسكوت، وجبت بقيه الخليط كله بقى خلاص الباقي وزعته من فوق. وهجيب بقى الكنافه بقى اللي عندك محمصاها ومكسراها خالص، طحناها في الكبه، او شعريه باكستاني هتكسريها قوي قوي وتحطيها من فوق. هنجيب حليب محلي وتبدأي ان انت ترشيه من على الفوق، توزعيه طبقه بسيطه، هو هيتشرب بس هيدي طعم حلو ويمسكها مع طبقه الكريمه. بس كده تقدري تبدليها بالباكيت اللي هو الكراميل الموجود جوه الباكيت الكريم كراميل. وكده وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون عجبتكم. بس تعالوا نفتحها مع بعض، شوفوا بقى جمالها. اللهم بارك، بارده قوي جميله، دخلتيها التلاجه بتخليها اقل حاجه 4 ساعات علشان طبقه الكريم كراميل تمسك قوي مع بقيه الطبقات وتبقى متماسكه القطعه بقطعتها قطعيها. طعمها جميل جميل جميل، يا رب تكون عجبتكم الحلقه. اتمنى ما تطلعوش من الفيديو قبل ما تضغطوا لايك او اي، بصوا اي تفاعل كده معايا، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي وفعلوا جرس التنبيهات. ودعوة من قلب الأمي، اثبتوا وجودكم بتعليق يشجعني، ونتقابل فيديو جديد. مع السلامة.